بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وكذلك يدفع شر الشرين، لابد من البحث في البدائل دائما. العاقل ليس الذي يميز بين الخير والشر فقط، العاقل هو الذي يميز بين خير الخيرين وبين شر الشرين. أشر الشرين أشدهما شرا، ولذا قلنا ولود نظام فاسد فيه ظلم خير من ترك الناس فوضى لا قوام لهم في حياتهم معها. لابد من النظر إلى البدائل، لابد من النظر إلى المآلات. من هنا اخترنا موقفا قد يرى البعض أنه تخاذل كما ذكرنا عنهم من قبل في أمر المظاهرات والاستمرار فيها، ولا شك أنها قد أتت بخير، لكن استمرارها قد أو يغلب على الظن أن يؤدي إلى شرور، ولا وخصوصا إذا لم يكن لها رأس أو إذا فرضت عليها رؤوس غير محتملة عند أهل الإسلام مثل رؤوس من الكفار والمنافقين. وأتعجب والله من أين أو كيف اختير هؤلاء ما يسمى بلجنة الحكماء التي جعلوها ممثلة للمتظاهرين في ميدان التحرير. أولا هؤلاء المتظاهرون إنما يمثلون نسبة ضئيلة جدا من المصريين، ولا يصح أبدا أن يكون من شارك في المظاهرة هو الذي له الحق، ومن ظل سنين طوال قبل ذلك يقول الحق ليس له أن يقوله. القضية ليست بمجرد المشاركة، كل من دخل ميدان التحرير يكون إيه؟ له الحق في تقرير مصير الأمة كلها. أعجب. طب هل دخله مجدي يعقوب مثلا، جورج إسحاق، نجيب ساويرس كان جوه ميدان التحرير عشان يختار هؤلاء وغيرهم؟ حتى أحمد زويل وكان ضمن المتظاهرين، ولا كل واحد يروح يخش ميدان التحرير يبقى له الحق؟ ثم أخبرونا من الذي اختاره من المتظاهرين؟ عملوا انتخاب، قرروا فيه انتخاب هؤلاء، لتعرف أن هناك خيوط عجيبة مختفية. من الذي قرر هؤلاء؟ الإعلام العجيب الذي يوجه الأنظار إلى أناس بأعينهم ويخفت الأضواء عن غيرهم، لم يجعلوا فيها أحدا من أهل العلم والدعوة، مع أن هؤلاء قد شاركوا بعض مشايخ يعني أفاضل رأوا أن المشاركة تغيير للمنكر، رأوها من باب خير الخيرين وشر الشرين، رأوا أن المشاركة تؤدي إلى تغيير الوضع الذي لم يروا قط أسوأ منه في نظرهم. السبب في الحقيقة لمن تأمل، وهذه والله من الأمور التي يجب أن يتعظ بها، السبب شدة القمع الذي تعرض له أهل القاهرة خصوصا، عامة مشايخ القاهرة وكل بلد فيها نوع من الاضطهاد الشديد، أو يعني ليس عامة مشايخ لكن عامة من شارك من مشايخ القاهرة، لشدة القمع والاضطهاد الذي تعرض له الإسلاميون والدعوة إلى الله عز وجل. لم يكن يسمح بشيء من درس أو تعليم علم إلا لمن يوقع بولاية الأمر، لمن لا يصلح لولاية الأمر شرعا، لا أتكلم عن واقع كما يحاول البعض أن يجعل المسألة ملتبسة، ولكن كما ذكرت لم يكن يسمح لأحد أن يقول شيئا على الإطلاق، فكانت النتيجة ونقول كما ذكرنا إلا من يقول بالدعاء للحاكم والسكوت عن كل منكراته وعدم ذكر الواجب الشرعي تجاهه، ولا يقدم أحد نصيحة.
الكبت يولد الانفجار. لا شك أن الأمر قد ظهر. لماذا حدث ذلك؟ نقول بعض هؤلاء المشايخ الأفاضل شاركوا، ونحن كما ذكرنا في هذه المسألة قلنا موقفنا، لأننا رأينا، ليس لأجل أننا يعني لم يضغط أو لم يصبنا شيء من الأذى، ولكن الإخوة والناس عامة يعلمون ما تعرض له الإخوة من الاضطهاد رحمكم الله عبر سنوات، ومع ذلك نظرتنا ليست نظرة شخصية لنا، نظرة للأمة عموما وحالها، ونحن نعلم أنها لم تتهيأ لتغيير صحيح. نعلم أن كثيرا من أبنائها ما زال بعيدا عن الدين، نرجو لهم أن يقتربوا، ولكن نعلم أن واقعهم ليس هو الذي يصلح للتغيير المنشود. ولذا كثيرون قالوا لا نستطيع أن نطالب بإقامة الشريعة، مع أن هذا هو الواجب أن يطالب بذلك، بل الواجب أن يقام ذلك، ولكن معلوم أنه في ظل موازين داخلية وخارجية يعلمون أن هذا لن يكون ممكنا. وكما ذكرنا قال البعض بالمشاركة ورفع نفس المطالب، لكن علمتم كيف تعد الأمور بليل، ويصدر في الحديث باسم هؤلاء الشباب الذين بذلوا من دمائهم وأرواحهم وراحتهم وأمنهم من أجل ما يريدون من تغيير. لكن حين لا يكون للناس رأس، وحين لا تكون هناك راية، وحين يكون المجتمع كله ليس مهيئا، نعرف النتائج. لو حدث أن استمر الحال طويلا بغياب الأمن وغياب العمل وغياب الأرزاق الأموال وغياب الالتزام أو بغياب الديانة أو نقصها، ماذا عسى الناس أن يعملوا؟ الغرض أن هؤلاء الذين رأوا المصلحة في ذلك، وقد سبق أن قلنا أننا نرى عدم المشاركة ككيان وكدعوة كدعوة، ونقول رأينا نرى أنه صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا نراه خطأ يحتمل الصواب، ومع ذلك عندما اختاروا، هل اختاروا أحدا من هؤلاء؟ هل قدموا أحدا من أهل العلم؟ لا أدري كيف يختارون، من الذي اختار؟ من الذي فوضهم للحديث باسم الأمة كلها، فضلا عن المتظاهرين أصلا، المتظاهرون أنفسهم، من الذي فوض هؤلاء للحديث عنهم؟ مع أنهم كما ذكرنا لم ينزلوا بأنفسهم، بل بعضهم ممن يعني اكتسب أموالا يجب أن يسأل عنها، الإعفاءات الضريبية الهائلة بالمليارات التي تمتع بها أحدهم ونشرت، ساويرس هذا تمتع بإعفاءات يعني ضريبية تزيد على المليارين من الجنيهات. الغرض كيف يصبح من الحكماء وغيرهم ممن لم يعش في بلادنا وعاش عمره في أوروبا وأمريكا وكان منفذا لسياساتهم في بلاد كثيرة، ومن أجل ذلك أعطوه الجوائز، كيف يمكن أن يكون هذا مصدرا؟ لكن عندما تعرف أن الأمور تدبر بليل، وأن الأعداء يتربصون بالبقية الباقية من هوية الأمة الإسلامية، ما الذي هيج الناس؟ المشكلة كانت عندهم أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، حتى يقال لهم أن هذه المادة لابد أن تغير. أتعجب والله، هذه المادة كانت سبب فساد مالي أو إداري أو اقتصادي أو اجتماعي. عندما تنظر في الأمور وتعرف أن هناك تدبير، التبعية التامة للغرب، ربما كان القائمون على الأمر يحاولون الفرار في نسبة من التبعية التامة، قول 10% 5%، مش عايزين يطبقوا اللي هم عايزين، وبما في ذلك مخططات تقسيم البلاد ربما كانوا يمتنعون من ذلك، فيراد أن يؤتى بمن يستجيب تماما، خطر كبير والله. لذلك نقول
قضية خير الخيرين وشر الشرين قضية عظيمة الأهمية، لا بد وأن يتفهمها المسلمون في كل أمورهم، يفعل خير الخيرين ويدفع شر الشرين، وهذا موطن اشتباك الموازنة بين الشرور والموازنة بين الخيرات، أي الأمرين أفضل وأي الشرين أقل. هذه قضية عندما تكون هناك موازنة صريحة، واحد بيصلي والتاني بيشرب خمرة، الموضوع هيبقى ايه؟ واضح وجلي، يدركه كل احد، مع ان اللي بيشربوا مخدرات وخمرة اكتر من اللي بيصلوا، لكن ده عمليا، لكن نظريا كل الناس هتقول ايه؟ حتى لو سألت بتاع المخدرات الخمرة ولا المخدر ولا الصلاة، مخدرات ولا الصلاة، هيقول لك انهون احسن، هيقول الصلاة حتى لو هو بيفعل الفواحش. لكن القضية عندما يحصل اشتباك بين المصالح والمفاسد، بين أن أي الخيرين أكثر، بين أي الأمر أكثر خيرا وأي الشرين أكثر شرا، هذا لا بد من النظر فيه، يحتاج إلى بصيرة، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى موازنة، يحتاج إلى مشاورة، يحتاج إلى صلاة، يحتاج إلى ذكر، يحتاج إلى قراءة قرآن. أعرف أن كثير جدا من الإخوة في كثير جدا من مدن بلادنا محتارون، ماذا نصنع، أي الأمور أفضل، وأنا أنصحهم أن يقوموا لله سبحانه وتعالى، يكثرون من الصلاة، ويتعلمون العلم من مصادره، ويجتهدون في الدعاء، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. وقع في كلامي أنه لو كان المسلمون مخيرين بين كافر يؤذي المسلمين وكافر لا يؤذيهم، يختارون من لا يؤذيهم. فيقول السائل: هل يجوز اختيار كافر في حال من الأحوال؟ أليس هذا من تأييد الكفار؟ والله لم يجعل لهم سبيلا على المؤمنين. بإجماع العلماء لا يجوز لكافر ولاية على مسلم بحال، بعد نص كتاب الله عز وجل أجمع العلماء، قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما قلنا أن ذلك يختاره المسلمون مع تمكنهم من إقامة مسلم، لكن قد يكونون في بلاد الكفر، وإذا وصل أحد الكفار إلى الحكم صادر حقوقهم وظلمهم، ويوجد آخر قد يكون فيه توسعة عليهم وإعطاء حقوقهم، يعطيهم حقوقهم ونحو ذلك، فهذا ليس من باب أن هذه ولاية إسلامية، لا تثبت أبدا، ولكن كما ذكرنا قد يحتمل أقل الشرين ليدفع شر الشرين، وليس أن هذا مما يعتبر ولاية شرعية، والله أعلم. وكما ذكرنا هذا الخلل الذي وقع فيه الكثيرون عندما نقول هذا يسكت عنه من أجل المفاسد التي تترتب على منازعته، ظنوا أن ذلك يقتضي إثبات الولاية الشرعية، فأتوا بالنصوص التي وردت في الكتاب والسنة في السمع والطاعة ووضعوها، حتى بعضهم جعلها للكفار المعلنين بكفرهم وليس فقط المنافقين أو فقط الظالمين، بل جعلها لكل أحد، وهذا من الخلل العظيم.